أهلا بكم من جديد. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 17 و16 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. فلدى وصول موكب حضرة صاحب الجلالة إلى قصر الصخير توافق كوكبة من الخيالة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالته، حيث كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. حرس فاهي كتفان سلاح سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. سلام. قف. استاذن جلالتكم انصراف حرس شرف سيد. حرس الى الداخل دور. سر
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى يده الله مقاليد الحكم في البلاد، فدمتم يا سيدي بالصحة والعافية، ودامت البحرين بخير وعز وأمان. نبدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفي اليوم بذكرى عيدنا الوطني المجيد وقيام الدولة البحرينية الشامخة قبل أكثر من قرنين بعمقها وجذورها التاريخية الممتدة لعهد الجد المؤسس أحمد الفاتح، لتحافظ منذ ذلك الحين على كيانها المستقل الذي طالما حمل لواء العروبة ورفع رسالة الإسلام ووقف بصلابة وقوة لحماية سيادته وحفظ امتداده العربي وارتباطه الخليجي ومكانته الدولية. وتأتي الذكرى 17 لتولينا مقاليد حكم البلاد بمناسبة سنوية نجدد عبرها عهود الولاء والوفاء والالتزام بثوابت الإصلاح والتطوير المستمر لدولتنا بقيمها الداعية للعيش المشترك وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون كأساس لثبات الدولة واستقرارها. كما تشكل احتفالاتنا الوطنية المجيدة فرصة طيبة نتوجه من خلالها بالشكر والتقدير لكافة الفعاليات المدنية والشعبية التي تتولى مسؤولية البناء والتجديد بروح عصرية تنطلق من خصوصيتنا الوطنية وثوابتنا الأصيلة، وهو ما تتميز به البحرين من العهد الأول إلى يومنا هذا، ولعل ما تتمتع به بلادنا من علاقات استراتيجية متنوعة ومصالح اقتصادية متبادلة مع أشقائها وأصدقائها لهو أبلغ دليل على قدرة البحرين المتجددة بأن تكون جزءاً أصيل من منظومة التنمية الشاملة. وهذا يرجع في اعتقادنا إلى تفوق الخبرة البحرينية أينما وجدت، متطلعين بهذا الصدد إلى استمرار مؤسساتنا المدنية في أداء دورها الوطني لخدمة الصالح العام وقيادة الرأي الهادف ورفض الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالرؤى والتطلعات التي تثري وتقوي مسيرة البناء والتطوير. الحضور الكريم، تعتز مملكة البحرين بانضمامها ومساهمتها الفاعلة في كافة التحالفات العسكرية والأمنية الخليجية والدولية لحماية إقليمنا ومحيطنا العربي والإسلامي من الإرهاب على اختلاف أنواعه. وسيظل هذا الالتزام عنواناً لعلاقتنا القوية مع المجتمع الدولي، ولن نتأخر عن ذلك الالتزام مهما بلغت التضحيات. داعين الله عز وجل بمناسبة الذكرى العطرة ليوم الشهيد بالرحمة والمغفرة لرجال البحرين الأوفياء الذين قضوا نحبهم وصدقوا عهدهم فداءً لوطنهم وتلبيةً لواجبهم منذ فجر تأسيس الدولة البحرينية المباركة. وستنير تلك المواقف سماء تاريخنا الوطني
الذي سيسجل لهم تضحياتهم الكبيرة بأحرف من نور. وفي الختام نعرب عن دوام فخرنا واعتزازنا بما تحققه البحرين من تقدم متسارع، نجد شواهده حاضرة في كافة المجالات، وسعداء اليوم بتكريم نخبة جديدة من الكفاءات والخبرات البحرينية الرائدة والمتميزة، متمنين لهم المزيد من التوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني. وللبحرين وأهلها دوام الرفعة والرخاء والاستقرار، ودمتم جميعاً في حفظ الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بعد ذلك حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على رواد العمل الوطني. سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسام البحرين. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسام البحرين. سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسام البحرين. سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسام البحرين. معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ساهم في تطوير العمل في إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وأحدث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات. الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية وسام البحرين. معالي الشيخ طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني وسام البحرين. معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عمل على إنشاء مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة البرامج الحكومية من قبل مجلس الوزراء بإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد وسام البحرين. سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، ساهم في تطوير مشاريع التنمية في المحافظة وخدمة المجتمع المحلي، كما أسس البرنامج الوطني لمكافحة العنف والإدمان. نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الأسيوي لبناء الأجسام، ورئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وسام الكفاءة. الشيخة عائشة بنت علي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة المساحة المساعدات الاجتماعية، شاركت في العديد من اللجان للمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتأمين مورد اقتصادي للأسر من ذوي الدخل المحدود وسام الكفاءة. سعادة الشيخ سلمان بن محمد بن عبد الله آل خليفة
المدير العام لتقنية المعلومات في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نائب رئيس لجنة الحكومية لتقنية المعلومات والاتصالات، شارك في تطوير العديد من الإجراءات والأنظمة الحكومية وسام الكفاءة. سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن صقر آل خليفة القائم بأعمال المدير العام للدراسات بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شارك في تقديم الدعم والإسناد للجنة التنسيقية واللجنة العليا للتخطيط العمراني واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة سمو ولي العهد وسام الكفاءة. العميد الركن خليفة حسن علي محمد آل خليفة قائد المدفعية الملكية وسام الكفاءة. العميد طبيب عبد الله حسن درويش الخدمات الطبية الملكية وسام الكفاءة. العقيد علي جهام الزعبي قائد كتيبة العمليات الأمنية الخاصة وسام الكفاءة. العقيد صلاح مبارك بوغيس قائد كتيبة الأمن الخاصة 4 وسام الكفاءة. سمو الرائد الركن سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة الحرس الوطني وسام الكفاءة. النقيب محمد علي خليفة الغتم قام بالتطوع في أعمال الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع البحرية البريطانية الملكية بالقرب من ساحل الجمهورية العربية الليبية وسام الكفاءة. النقيب أحمد محمد أحمد الغتم قام بالتطوع في أعمال الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع البحرية البريطانية الملكية بالقرب من ساحل الجمهورية العربية الليبية وسام الكفاءة. النقيب ركن إيمان مبارك محمد الشيخ قامت بالتطوع في أعمال الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع البحرية البريطانية الملكية بالقرب من ساحل الجمهورية العربية الليبية وسام الكفاءة. الوكيل أول طه صالح عبد الرحمن عبد اللطيف القوة الخاصة الملكية وسام الكفاءة. الوكيل أول محمد يوسف علي الأنصاري الحرس الوطني وسام الكفاءة. الرقيب فهد محمد عبد الرزاق ياقوت قام بالتطوع في أعمال الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع البحرية البريطانية الملكية بالقرب من ساحل الجمهورية العربية الليبية وسام الكفاءة. العريف لولوة خليفة علي عبد الله قامت بالتطوع في أعمال الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع البحرية البريطانية الملكية بالقرب من ساحل الجمهورية العربية الليبية وسام الكفاءة. الدكتور باسل محمد أبو الفتح وكيل شؤون الخدمات تدرج في عدة مناصب عليا بالديوان الملكي وسام الكفاءة. السيد ناصر يوسف العمادي
وكيل الشؤون الحكومية، تدرج في العديد من المناصب العليا بمكتب وزير المتابعة بالديوان الملكي وسام الكفاءة. السيد عصام عبد العزيز عبد الله الجاسم، المدير التنفيذي للمراسم بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، أسهم في وضع الهيكل التنظيمي لمراسم سمو ولي العهد، وشارك في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، أهمها سباق الفورمولا 1 بمملكة البحرين وسام البحرين. السيد عبد الله محمد بو نجمة، مستشار بالمراسم الملكية، تدرج في عدة مناصب عليا في المراسم الملكية، وحاصل على شهادة جامعية ودبلومة في الآداب وسام الكفاءة. السيد حمد فيصل محمد المالكي، القائم بأعمال المنسق العام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شارك بتقديم الدعم والإسناد للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي الوزارية للأعمال والبنية التحتية برئاسة صاحب السمو ولي العهد وسام الكفاءة. السيد أسامة محمد العريض، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة، أمضى عدة سنوات بالعمل في وزارات الدولة وتدرج في المناصب الإدارية وسام الكفاءة. السفير وحيد مبارك سيار، وكيل الوزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، التحق بالعمل الدبلوماسي ومثل مملكة البحرين بصفته سفير في عدة دول عربية وسام الكفاءة. الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات، تدرج في العديد من المناصب العليا في الوزارة، وساهم في تخطيط منطقة السيف والأعمال التكميلية لجسر الملك فهد والمنطقة الغربية، وإعداد الاشتراطات التنظيمية لمختلف مناطق المملكة وسام الكفاءة. المهندس عدنان محمد فخرو، نائب الرئيس التنفيذي لتوزيع والخدمات المشتركين، شغل العديد من المناصب العليا في هيئة الكهرباء والماء وسام الكفاءة. السيد أحمد زايد الزايد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، تدرج في عدة مناصب إدارية عليا في عدد من الشركات والإدارات الحكومية وسام الكفاءة. السيد خالد راشد عبد الرحمن الزياني، الرئيس الفخري لشركة استثمارات الزياني، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وسام الكفاءة. السيد حسان علي إبراهيم الماجد، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرينية، حضر العديد من الدورات والندوات المتخصصة في مجال الملاحة البحرية وسام الكفاءة. السيد سالم أحمد عبد الله المناعي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بانوراما للمقاولات والهندسة والخدمات، ورئيس مجلس الإدارة لشركة تشييد العقارات وسام الكفاءة. السيد جلال أحمد منصور العالي، عضو سابق بمجلس الشورى، عضو بارز في العديد من الجمعيات الخاصة برجال الأعمال، وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات العالي وسام الكفاءة. السيد محمد أحمد محمد حسن، الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية،
مساهم في العديد من مشاريع التطوير للأنظمة المالية والمحاسبة والإجراءات الرقابية في الوزارة. وسام الكفاءة. السيد ناجي سبت سالم سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بذل جهوداً في مشروع الكشف عن الرمال، والذي ساهم في تنظيم آلية البحث عن الرمال وحماية الثروة الرملية من الهدر. وسام الكفاءة. السيدة أمل سلمان الدوسري نائب رئيس لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. وسام الكفاءة. الأستاذة بهجة محمد الديلمي مستشار إدماج احتياجات المرأة في التنمية بالمجلس الأعلى للمرأة. وسام الكفاءة. المهندس وليد عبدالله محمد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة شارك في عدة واجبات ومسؤوليات من شأنها تطوير ضمان معايير السلامة. وسام الكفاءة. الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية مديرة المكتب بجمهورية السودان شغلت منصب وأكثر من منصب في العديد من الدولة. وسام الكفاءة. الدكتور داود فيكتور نصيف عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز تدرج في عدد من المناصب في شركة نفط البحرين بابكو. وسام الكفاءة. السيد محمد عبد الله عبد العزيز الجامع عضو مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو تدرج في عدد من المناصب الإدارية في نفس الشركة وشركات نفط وغاز البحرين. وسام الكفاءة. الدكتورة جواهر شاهين عبد العزيز المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تبوأت العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة البحرين. وسام الكفاءة. الدكتورة هيا علي حسن النعيمي نائب رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين. وسام الكفاءة. الدكتورة جيهان عيسى أبو راشد العمران أستاذ علم النفس التربوي ومديرة مركز دراسات بجامعة البحرين سابقاً. وسام الكفاءة. الأستاذ خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة عضو عدة لجان في مجال التربية الخاصة. وسام الكفاءة. ثم ألقى السيد أسامة محمد العرايض كلمة نيابة عن المكرمين هنأ فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا أن العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى شهد تحقيق نجاحات كبيرة بقيادة جلالته وجهد المخلصين من أبناء البحرين. كما ثمن اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى السنوية للمتميزين من أبناء الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لبناء المجتمع واستثمارا لقدراتهم بالمشاركة في بناء وتطوير الحياة العامة فيه. يلقيها نيابة عنهم السيد أسامة محمد العريض. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز، يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله، فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه. صاحب الجلالة، إن اعتزازنا وفخرنا لا حدود له، ونحن نتشرف ونتسلم من يدي جلالتكم الكريمتين أوسمة الكفاءة، وأي تقدير أعلى من أن نقف أمام جلالتكم وأنتم تقودون هذا الوطن العزيز وتبنون حضارته الحديثة. فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر، وشعب البحرين الأبي يخطو بثبات وثقة وهو يتطلع إلى غد مشرق، وقد استطاع بفضل من الله وجهد المخلصين كافة رجالاً ونساءً شيباً وشباناً من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي يدفعنا إلى أن نبني عليه بعزم وثقة ونريده معاً للبحرين الحبيبة. إننا يا صاحب الجلالة عشنا مع جلالتكم أيام جميلة، ونؤمن إن أجمل الأيام هي التي نحن مقبلون عليها معكم أيضاً يا صاحب الجلالة. إننا يا سيدي ونحن شريحة تمثل شعب البحرين الوفي، لنثمن ونقدر تقديراً عالياً اهتمام ورعاية جلالتكم السنوية للمتميزين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، واستثماراً لقد رأتهم بالمشاركة في بناء وتطوير الحياة العامة فيه. وفي الختام، فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان، مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك لهذا اليوم الأغر عادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، صافح جلالته الحضور الكرام حيث رفعوا إلى جلالته أسمى آيات التهاني والتبريكات مناسبة العيد المجيد والذكرى 17 لتسلم جلالته مقاليد الحكم. Thank you.
لا طاقة للكلمات بحمل مشاعر الفرحة ولا بالتعبير عن كل معاني الفخر التي تشتعل في صدور كل من يقف في طابور المكرمين، فهم يقفون اليوم وفي أعياد مملكة البحرين المجيدة بين يدي جلالة الملك المفدى ليحظوا بشرف التكريم من قبل جلالته وتقليدهم وساما على صدورهم تقديرا لهم على ما حققوه طيلة مسيرة عملهم. التكريم بحد ذاته من قبل جلالة الملك هو أكبر إنجاز حققته أنا شخصيا في حياتي، يعني فدائما يعني ثقة جلالته وتقدير جلالته مكان لها مكان عظيم في النفس، وتحفز لبذل المزيد لخدمة الوطن وخدمة أبناء الوطن. وإن شاء الله يكون هذا يعني تكريم تشجيع لنا جميعا أن نعمل أكثر ونجتهد أكثر عشان نرفع من مستوانا وعشان إنه يكون عملنا كله يصب في مصلحة البحرين وأهل البحرين. البحرين فيها من الرجال والنساء اللي قادرين وقادرات على إنجاز الكثير من المشاريع والكثير من المبادرات، وأعتقد كل اللي تحقق في الماضي جزء بسيط من ما نستطيع أن نحققه خلال الفترة القادمة. هذا اللقاء القصير لا يكفي أن أعبر ما في صدورنا من محبة وولاء وإخلاص لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة وسيدي سمو ولي العهد. الحقيقة أن هم اللي بنوا البلاد وسهروا على راحات المواطنين وأمنهم وسلامتهم. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظ البحرين عاليا. لا أستطيع أن أعبر بكلمات عن مدى امتناني وشكري لصاحب الجلالة على هذه الثقة الغالية. خدمة مملكة البحرين في حد ذاتها شرف للجميع، ولكن عندما يتوج هذا الشرف بتكريم من صاحب الجلالة يصبح الشرف أعظم. أمر علامة فارقة في حياتي المهنية وفي مسيرة عملي، وأتمنى إن شاء الله أن يتواصل العطاء وأن يكون دافع لي وللإخوان المكرمين الآخرين بمواصلة العطاء والاجتهاد أكثر في خدمة هذا البلد العزيز. تكريم رواد العمل الوطني مبادرة ملكية تحمل الكثير من الدلالات، فجلالة الملك المفدى ومن خلال يده الممدودة لكل أبنائه يمضي بمملكة البحرين دوما إلى الإنجازات التي لا حدود لها، وأن هذه المبادرة دليل بأن جلالة الملك المفدى خير من يقدر للعاملين عملهم وللمخلصين إخلاصهم. اليوم البحرين تحتفل بأعيادها، أعياد العيد الوطني وعيد تولي سيدي صاحب الجلالة الملك مفدى مقاليد الحكم، وأنا اليوم حقيقة أيضا عيد آخر بالنسبة لي أن نتشرف بهذا التكريم الملك السامي اللي حقيقة يعزز عندنا الكثير من الأمور ويدفعنا لبذل المزيد إن شاء الله. تعتبر بالنسبة لنا سنة حميدة عام بعد عام، يؤكد من خلالها سيدي جلالة الملك من خلال هذا اللقاء، أيضا من خلال ما يقدمه من شكر للمواطنين في شتى المجالات، مما يعتبر دافع في الحقيقة لنا كلنا إلى أن توجه إلى المزيد من العطاء والعمل والإنجاز في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى. هذا تكريم من سيدي صاحب الجلالة اللي احنا نعتز به كثير، ويعطينا امل ويعطينا دفعه الى مزيد من العطاء وخدمه هذا الوطن العظيم. هذا الوسام يعني لي الكثير، فهو يعني يعتبر نوع من الشهاده بكفاءه الشخص وتقدير لجهوده، وهذا ليس بغريب على جلاله الملك الله يطول في عمره، وليس غريب على البحرين اللي تقدر الكفاءات الوطنيه، ودائما البحرين تسعى الى تشجيع الانسان البحريني. ودنا نشكر سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه ورعاه على هذا التكريم واللي يعتبر وسام وحافز للعمل في المستقبل. جلالة الملك المفدى ومن خلال هذه المبادرة فإنما يكرم الوطن في كل شخص من رواده، وما هذه الأوسمة التي شرف بها جلالته رواد العمل الوطني إلا تعبير عن هذا الوفاء المتبادل بين قائد وشعبه.
بعد سنوات عملهم الطويلة في خدمة هذا الوطن، يقف رواد العمل الوطني اليوم في طابور المكرمين ليتوج عملهم بمصافحة جلالة الملك المفدى ووسام يعني لهم الكثير. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.